أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظم في العاصمة نواكشوط يوم تضامني مع السيناتور المعتقل محمد والغدا بمناسبة مرور 5 أشهر على اعتقاله. شارك فيه عدد من الساسة والناشطين الحقوقيين، وندد المشاركون في اليوم التضامني المنظم بمنزل والغدا في نواكشوط باستمرار اعتقاله، واصفين الإجراء بالظالم وظروف الاعتقال بالمخالفة للقانون. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. ساسة وبرلمانيون وشيوخ سابقون وحقوقيون ومدونون يشاركون في يوم تضامني بنواكشوط مع السيناتور المعتقل محمد الغدا ومن وصفوهم بالمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وسط تنديد بظروف احتجاز المعتقلين واصفينها بالمخالفة للقانون. كيف انتهكت خصوصيته؟ وكيف تم السطو على هاتفه والتجسس على مكالماته في لحظة حزينة ومؤلمة؟ لم يكن من المتخيل أن يتم استغلالها للتجسس على خصوصيات الآخرين. حتى لحظات سقوط القتلى والجرحى فإنها لم تمنع هذا النظام المولع باستخدام أساليب العصابات من أن يمارس مهامه التي يبدو أنه قد تفرغ لها. أسرة السيناتور المعتقل محمد الغدا وصفت ظروف الاعتقال والسجن دون محاكمة بالخرق السافر للقوانين والعرف المتعارف عليها. الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد المولود قال إن اعتقاله الغدا يعتبر تقويضا للحريات والقوانين والدساتير في البلاد، داعيا إلى مزيد من الدعم والمساندة له. باختطافه من دون أي إذن قضائي، من دون أي مذكرة اعتقال من أي قاضي رسمي ولا من أي جهة قضائية، ومر بفترة حراسة نظرية كانت مولية زادية رقم قياسي ما قد تخلق أبدا سابقة، أكثر من 20 يوم في الحراسة النظرية، رقم لا عنها عادة يا الله تعود 48 ساعة قابلة للتجديد مرة. وفي الحقيقة عقب ذاك ياسر مولي من الاستهداف الممنهج اللي كان واضح للناس كاملة. ويخضع السيناتور محمد الغدا للاعتقال منذ 5 أشهر، وكانت النيابة العامة قد وجهت له وآخرين تهمة تقديم الرشوة والمشاركة في تقديمها إثر تصويت أغلب أعضاء مجلس الشيوخ ضد تعديل الدستور. قلت له لا يفتش عن الفساد وعن الصفقات خاصة، وهذا هو أكبر المشوف عليه. وقد دعت منظمة هيومان رايتس ووش السلطات الموريتانية إلى الإفراج الفوري عن الغدا أو تقديمه لمحاكمة عاجلة وعادلة. ومعنا في الاستوديو محمد لمين والفاضل عضو هيئة مؤازرة السيناتور المعتقل محمد والغدا، أهلا وسهلا بك. بداية، ما الرسالة التي أردتم إيصالها من خلال هذا اليوم التضامني المفتوح؟ اولا اتقدم بخالص التعازي للسيناتور محمد الغدا الذي توفي جده الليله، ولن يسمح له بان يشارك في الجنازه، واعزي من خلال كل صله القدر واسال الله الرحمه للفقيد. ما قصد من هذا اليوم هو انطلاقة من أجل الوقوف ضد عمليات الاختطاف التي تتكررت في الآونة الأخيرة. كان من أول المختطفين فيها السيناتور محمد الغدا، وسمعنا عن عملية اختطاف بعد ذلك يتعرض لها الشاعر عبد الله البونة، هذا بالإضافة إلى معتقلي إيرا ومحمد محمود المجتبى. هذه كلها قضايا أصبحت مخيفة ومقلقة للمهتمين بالشأن العام، ومقلقة للمعارضين بصفة عامة، ومقلقة للشعب الموريتاني. السلطة اليوم بدلا من أن تهتم بالقضايا التي يعاني منها المواطن، هذا الجفاف الذي يهدد البلاد، ارتفاع الأسعار، مستوى المعيشة المتدني، الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، انشغلت باختطاف المعارضين، انشغلت بالتجسس على المواطنين، انشغلت بالتجسس على خصوصياتهم حتى في مراحل حزن ومراحل ألم. كما تعلمون بالنسبة للسيناتور القد اعتدي عليه وتعتدي على خصوصياته في لحظة حادثة كان هناك قتلى، وبدلا من أن يلاوي القتلى كانوا يشتغلون بالاعتداء على خصوصيات الرجل. الرجل اختطف ليلا من منزله، وهذا أسلوب من أساليب العصابات وليس من أساليب دولة، اختطف و فقد أهله. إذن الكثيرون يعتبرون أن المعارضة تخلت عن والغدا وقد أمضى 5 أشهر في السجن، ألا يعتبر هذا اليوم التضامن استذكار متأخرا لرفيق دربكم؟
يمكن أن نتحدث عن الأمور في سياقها. نعم. السناتور محمد القده اختطف في ظرف خاص، واختطف بعد أن بذلت معارضة جهد كبير في إسقاط التعديلات الدستورية وفي الوقوف ضد الاستفتاء، وبالتالي كانت منهكة. أيضا هو اختطف في لحظة في بداية موسم الخريف، هذه عادة تكون عطلة، بالإضافة إلى أسباب أخرى. كل هذه الأسباب أدت إلى أنه ربما يكون قد كان التعامل مع الملف ليس بتلك الصورة التي كنا نطمح إليها جميعا، ولكن الاستغراق قائم. نحن نحاول أن نستدرك الأمر من الآن، نحاول أن ننطلق من جديد ضد هذا، ضد عمليات الاختطاف. نعم. والوقوف ضد هذا السناتور المظلوم الذي ظلم بسبب وقوفه. نعم. مسر في تقاعس قادة المعارضة عن التعبير عن مؤازرتهم للغدة، وخصوصا أنه أمضى هذه الفترة في السجن، خصوصا أن بعض الشباب المعارض أضحى يكتب عن أنه لم يفهم السر في صمتها. هو ليس تقاعس، كل أنشطة المعارضة التي نظمتها منذ يوم اختطاف السيناتور محمد القده إلى الآن. نعم. كان السيناتور حاضرا، سواء كانت بيانات، نقاط صحفية، أو المسيرة التي نظمها يوم 16 ديسمبر من السنة الماضية. وفي كل هذه الأنشطة كان السيناتور محمد القده حاضرا، كان أيضا حاضرا في مؤتمر التواصل في خطاب الرئيس السابق، كان حاضرا في كل أنشطة المعارضة. لكن فعلا، وأنا ربما أكون أميل لها الرأي الأخير، وهناك بعض الشباب الأكثر تحمسا والذي كان يتمنى أن يكون التعامل أكثر قوة وأكثر حدة، لأن الحدث كان حدث جلل، حدث كبير، سيناتور. نعم. اختطف يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. بالنسبة للمعارضة، ما مصير السيناتور التشريعية؟ نعم، بالنسبة للمعارضة، ما مصير السيناتور محمد والغدا وقد قضى 5 أشهر في السجن بتهمة الرشوة والقيام بتداول أو المشاركة في تقديمها؟ هو الملف، هو هذا الملف، الدولة والقضاء لا يمكن أي يقيم محاكمة في هذا الملف، لأن التهم ليست مقنعة. هو يتمادى فقط في سجن هذا السيناتور، لأنه يعرف بأن السيناتور لديه ملفات، سيتحدث سيتكلم، ولا يريد أن يطلقه حتى لا يفضح النظام، وبالتالي يصر على اعتقاله. نعم. هو متهم بالرشوة. إذن في القانون الجنائي الموريتاني عقوبة مستقبل الرشوة. نعم. أقوى من عقوبة الرشوة. نعم. محمد الأمين والفاضل عضو هيئة مؤازرة السناتور المعتقل محمد الغدا، شكرا جزيلا لك.